بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق. أسأل الله أن يخلقنا بخلق رسول الله وأن يؤدبنا بأدبه، اللهم أمين. لسه مع الأدب، وكنت اتكلمت مع حضراتكم ان الادب بيكون مع الله ومع سيدنا رسول الله ومع الخلق، وتحدثت عن مظاهر الادب مع الله جل وعلا. تعالوا نشوف نماذج من ادب الانبياء والمرسلين مع رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا في اول حلقة اتكلمنا فيها عن الادب على شعار، نضع هذا الشعار نصب اعيننا: بالأدب تنال الرتب، حب وأدب وصول بلا تعب. شوف سيدنا آدم يقول لربنا، هو السيدة حواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بعد ما عمل سيدنا آدم الذنب وأكل من الشجرة وأخرج من الجنة، بيقول لربنا: ربنا ظلمنا آدم وحواء أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الحوار فيه أدب، لم يقل ربي قدرت علي أن أذنب أو أن آكل من الشجرة، وإنما نسب الفعل لنفسه هو السيدة حواء. قال بالمثنى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نموذج آخر، سيدنا إبراهيم يقول كده في القرآن رب العالمين عن سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. شوف قال إيه؟ خلقني وبعدين يطعمني ويسقين ويميتني ويحيين، ما قالش وأمرضني، قال وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله، هو من الله لكن من الأدب مع الله، قال وإذا مرضت فهو يشفين. كذلك سيدنا موسى أراد أن يأكل فقال إيه؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قالش يا رب أطعمني، لا. شوف الإشارة: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سيدنا أيوب: الرب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قالش يا ربي أنت أمرضتني ويا ربي عايزك تشفيني، لا، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا زكريا حين ألقي في بطن الحوت قال إيه سيدنا زكريا؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالش يا رب أنا في بطن الحوت وطلعني من الحوت، لا، ده بيطلب من ربنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سيدنا الخضر وهو عبد صالح على أرجح الأقوال ليس بنبي: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لما تكلم عن الغلام فأراد ربك، لما تكلم عن الجدار قال فأراد ربك، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فلما تكلم عن خرق السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، ما قالش أراد ربك أن يعيبها، ده أدب مع الله. وسيدنا النبي في رحلة الإسراء والمعراج لما سيدنا موسى بيقول له: صر ربك التخفيف،
قال له لقد استحييت من ربي. أدب بيعلمونا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف يكون الأدب مع الله. ربنا يجعلنا من أهل الأدب مع الله جل وعلا، اللهم أمين. فاصل وأرجع لحضراتكم تاني، صلوا على الحبيب.